هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده هتكون وصفه رز بالجمبري والخضار على الطريقه الهنديه. تابعوا معايا الفيديو للاخر، بس الاول اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، اعملوا لايك وشير للفيديو، ويلا بينا نبتدي. هنقول المقادير سريعا: معلقه ملح ومعلقه فلفل، هنا كمون ونعناع برضو معلقه ومعلقه، هنا بابريكا ومصله برياني، وهنا معلقة ينسون. دي أول حاجة البهارات. بعد كده بصلاية كبيرة متقطعة مربعات، كوباية ونص رز، كيس جمبري يدوبك هو لسه مجمد يعني ما عملناش فيه أي حاجة، ده كيس جمبري 800 جرام، فلفل ألوان واحدة وواحدة، وهنحتاج صلصة وهنحتاج لبن. يلا نشوف هنعمل ايه. حاجة حطينا معلقة سمنة على النار، هتبتدي تسخن شوية وهنبتدي نضيف المقادير. بعد ما السمنة ابتدت تسخن شوية هنشوح الفلفل الألوان والبصل واليانسون مع بعض. أول حاجة البصل، وبعد كده الفلفل، وبعد كده هنحط اليانسون، هنشوحهم مع بعض لغاية لما المكونات تبتدي تدبل شوية. بعد ما تشوحوا على النار هنضيف الملح والفلفل، وبرضو هنقلبهم كويس قوي. بعد ما تشوحوا هنحط معلقه مصله برياني ونقلبها كويس. بعد كده هنضيف كوبايه لبن، نقلبهم كويس. بعد ما سيبناهم شويه في اللبن هنحط الصلصه، نقلبها شويه، وبعد كده هنحط معلقه بابريكا. وهنقلبهم مع بعض ونسيبهم شوية على النار. بعد ما طبخوا كويس مع بعض هنحط بعد كده الجمبري، ونقلبه، وهنحط بعد كده الكزبرة والنعناع، ونقلبهم كويس. اخر حاجة هنضيف الرز، طبعا كويس انه في مية علشان الرز هنسلقه في المية دي، لو لقيناه ناشف قوي ممكن نضيف مية، وممكن نضيف لبن، ممكن نحط نزود نص كوباية لبن او برضو نص كوباية صلصة، يعني بنفس السوائل اللي احنا استخدمناها في الاول ممكن نضيفها علشان الرز يلحق يستوي. هنسيبهم لغاية لما الرز يتشرب خالص ونحس انه استوى. هوريكم الشكل النهائي بتاعها هيبقى عامل ازاي. وبكده يكون الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. دي وصفة رز بالجمبري على الطريقة الهندية. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، اعملوا لايك وشير للفيديو. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.